مش لازم مستوى حواري. لو سمحت لو سمحت احنا دلوقتي حضرتك بتهاجمي اجابه احنا مش ده حوارنا اللي احنا جايين عليه. ننطق يعني الاستاذ خالد داوود برضه استلزم قائد الحوار اهو كلامك ما ينفعش يعني حضرتك الكلام اللي ده ملوش علاقه بالضمير برضه بتعيد كلامك تاني علاقه بالضمير. طب انا هستاذنك يا استاذ انا هاخد وقت يعني لو سمحت يعني المفروض ان الاثنين بيمثلوا وجهه نظر واحده. هو شارب من الاخوان فكره المقاطعه لو سمحت. بص مش هننزل بالحوار مستوى التين ايجنج ده مش بتاعي. طب لا ولا انا كلام مش موجه ليك لو سمحت اوكي كل ده مش موجه. انا عايزه اقول فكره ان سهله واقول دول بلطجيه خطاب الرئاسي الشهير دول مدفوع لهم جالي استغاثات معرفش بصفته ايه يجي له استغاثات من شعب لا هو جهه امنيه ولا هو مصدر سيادي ولا اي حاجه. يعني انا هو قال لي دلوقتي واحنا قبل الهوا ان احنا اتقابلنا قبل كده انا نسيته ان اتقابلنا قبل كده يعني هو معلمش معايا واحنا قعدنا قبل كده في حوار الحمد لله فالى هذا لكن هو بيجي له لكن هو بيجي له استغاثات من 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 محافظه اخرى. ما قلنا بلاش نخون بعض بقى. ما هو يعني ما هو بص هي بتقول ايه يعني هي بتقول ايه عايزه اقول. طب بس هو جاب الرد عليها يعني دول مدفوع دول متهددين وبيخرجوا كل هذا الشعب بورسعيد هو بيطعن في نزاهه. لا لا ما حصلش. اشرف بقعه في مصر الان انهم متهددين فبينزلوا. انا عمري ما شفتش حد بيتهدد بينزل. انا اعرف ان حد بيدفع له فلوس ما بينزلش فينزل يدفع ينتخب الاخوان دي اللي اعرفها. دي ثقافتي لغايه دلوقتي ان انا اعرف ان انا بتدفع لي فلوس او بنزل انتخب الاخوان لكن تهددني فانزل تهدد انت يعني انت متخيل انت متخيله سيكولوجيا انت قلت تعرضوا لضغط من بلطجيه بس عشان ما ينزلوش انت متخيلها انما هي بتقولني حاجه انا ما قلتهاش. لو سمحت انا اعرف يعني ممكن تضغط عليا فانزل احط نعم او لا لكن تنزل فانا احتف تضغط عليا فانزل احتف او انزل اعتصم او انزل فهمت قصدي ايه؟ انا اعرف يدفع لي فلوس. طيب خليكي معايا دقيقه واحده بقولك فيه حتى الكذبه انت شاعره وانا مدير الحوار انت شاعره وانا مدير الحوار انت بتظبطي المسميات وانا هظبط الايقاع. استاذ عمرو عبد الهادي اعتقد ان كلامك